هاي عندنا بشكاره مسافره وشاله هاي الصناديق كلها. انا روحي تميت مستغرب كيف بشكاره شاله الصناديق كلها. انا وقف رعاية التريلة وقلت له نزل السامان كله. ضربني فضول ابغي اعرف هالكراتين شو فيهن هالكثر، شو صار قاعد بشكاره. نحن جايبين البيت تقريبا من سنه وجايبه شنطه صغيره مونا في ايديها، اللهم شال له ثيابه وياها. اشوفه ظهر بالبيت بكراتين كثر الدنيا. شوفوا شو صارقه، لا تمت زولية، حتى الفارو ماله مو يسالتنا. حسبي الله ونعم الوكيل. فاصوليا والتمر والعصاير، انا اقول لهم عبر الثلاجه. انا اشوف زوليات فيصل هني. زوليات فيصل. ظهر ظهر ظهر. هاي الشنطة العودة شوف يا شلوة، شو تقول انت؟ سفرتي. شوف انت اللعبة. انا شارنا شوف شوف هذا اللي طلعنا. شوف تعال تعال يما شوفه. شوف شوف يو شاحن. شاحن يما. شو 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 بالبودرة. شوفون بعد اللي هالحين يما ثروة حيوان. ثروة يما ثروة. صوري هذا وهمين تسرق إذا صار أنا شنطة ثروة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سحر عمل من إندونيسية كانت بتسافر اليوم وجبنا لها مفتشة تفتشها، فلقيناها هذا حاطته في محل يعني الله يعزكم بين رجليها. واعترافها هي ان العمل هذا هي اللي مسويته. طبعا فتشناها ولقينا معها اغراض كثيرة، ولكن غير الاغراض هذه يعني كل شيء ممكن نلقاه، لكن الا هذا يعني لو ما جبنا مفتشة ما لقيناه. فانتبهوا وعلموا ربات البيوت، واي واحد يسافر شغالة اندونيسية يجيب المفتشة. في مفتشات بالرياض كثير، يبحث بجوجل يلقى ارقامهم. هذا للتنبيه اخواني، والله يستر عليكم يكفيكم شر الاعمال. ها هذه خدامتنا البيت مسافرين، هاي خدامه ابو ساعه طلعت وراها يا زعم شايله الخمام، وراحت للخمام وشفتها طلعت تشيس من 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 الزباله وحطتها في شنطتها تشيس حليب. شنو طلعتي بشوش تشيس؟ شنو طلعي؟ طلعي خليه يشوفون. بطلي بطلي. هذه اليوم باقت حليب، قبل هالايام كلها ما ندري شنو باقت من عندنا، وقبل شنو بايقه ما ندري الله يعلم. هذا الخدم بساعه كل يوم نعطيها اكل ما نقصر معاها، كل شيء يعطونها طالع. هذه حراميه، حطوا بالكم من الخدم بساعه وغير الخدم بساعه. خادمه اندونيسيه تفتح التجور وتاخذ منها فلوس. افتحي كله افتحي كله افتحي كله افتحي كله افتحي. شوف ستين ألف راح صح؟ ستين ألف خذيتي راح راح اندونيسيا، باقي الحين انت شلتي أمس قبل أمس وينه صح؟ انت بس حرامي بس حرامي بس تشيل فلوس ها؟ طيب ماما ليش تعبانة؟ طبعا ملون. هنا 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 طبعا
اقص ابو الغدفه. شوف شوف حق المره، شوف تبي تسحرهم الله لا يوفقك. طبعا من اكثر من بيت، هذا من اكثر من بيت، كم له بيت؟ اربع بيوت. اربع بيوت. شوف شوف حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، الله لا يوفقك الله لا يوفقك. طبعا الرجال بلغ عليها هيئه بتيمه وان شاء الله راح يتعاملون معها ان شاء الله. في احد مبلغ؟ خجلون تشيلونه ولا نشوف له حل حنا ولا وش زين بس. يلا شوفنا دورية قريبة منه يا شيخ، ما ودنا حتى اني بعد يتعرض له ولا يتشيل.